هنا، يعني خلينا اكيد نعرف منك الاجواء، وفي نفس الوقت بكره مباراه مهمه وناس كتيره جدا من اعضاء النادي بيكونوا حابين يتواجدوا يعني مشاهده المباراه من النادي، واعتقد احنا كمان يعني هنكون متواجدين وجزء مننا اللي مش هيروح الاستاد. فخلينا نعرف منك برضو الاستعدادات لمشاهده المباراه غدا واخر الاخبار اللي معاكي، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقول لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة، وأكيد طبعا هيكون حديثنا الأكبر عن مباراة غدا. يعني هوند زي ما قلتي طبعا الأهلي أمام سان داونز، ومباراة العودة من نصف نهائي الدوري الإفريقي، وأكيد بقى لا صوت يعلو فوق صوت المباراة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. كل عنده حالة تفاؤل إن شاء الله، عارفين المباراة أكيد مش هتكون سهلة، لكن رجال النادي الأهلي إن شاء الله هيكونوا كالعادة على قدر كبير من المسؤولية، وإن شاء الله يحسموا التأهل للنهائي. خليني أقول لك يا هوند إن الحقيقة أيام المباريات المهمة النادي الأهلي بمقراته الحقيقة كلها بتكون مليئة بأعضاء النادي الأهلي، بتكون أجواء استثنائية طبعا داخل النادي الأهلي، أجواء أهلوية خالصة، كل الأعضاء بيكونوا متواجدين. الحقيقة كمان إدارة النادي الأهلي بتكون بذلة مجهود كبير جدا لتوفير كل الراحة للأعضاء طبعا عشان بقى يستمتعوا بمشاهدة المباراة، وأكيد دي برضو هتكون الاستعدادات لمباراة غدا، وأكيد هيكون في تغطية خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي. خلونا نتكلم طبعا عن الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيكون مرانو الساعة 7 مساء، التجمع هيكون الساعة 5 عشان بقى يستعدوا لمباراة غدا. طبعا زي ما قلت أكيد هتكون مباراة مش سهلة، عقب المران إن شاء الله الفريق هيدخل في معسكر مغلق عشان يدخل في أجواء المباراة. كمان بقى على الصعيد الآخر هيكون طبعا في المؤتمر الصحفي النهارده للفريقين، نادي سان داونز المؤتمر الصحفي هيكون الساعه 1 الظهر، والنادي الاهلي مؤتمره الصحفي هيكون الساعه 2 الظهر عشان بقى يتحدثوا عن كل الامور المتعلقه بالمباراه. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، يمكن زي ما كان صرح مستر مارسيل كولر ان الوقت ضيق جدا للاعداد لمباراه العوده، لكن ان شاء الله زي ما قلت رجال النادي الاهلي ان شاء الله هيفرحوا كل جماهير النادي الاهلي ويحسموا التاهل للنهائي، وكمان بقى يتوجوا بالبطوله. كل التوفيق طبعا والدعم ليهم. واستكمالا للحديث عن كرة القدم، خلونا بقى نروح لناشئين كرة القدم مواليد 2005، واللي النهارده ان شاء الله هيكون عندهم مباراة امام فريق غزل المحلة، مباراة هتكون الساعة 2:30 الظهر، وخليني بقى انوه انه هيتم نقل المباراة مباشرة على شاشة قناة النادي الاهلي، طبعا هيكون في استوديو تحليلي مع كابتن اسامة حسني، قناة النادي الاهلي هتكون بتغطي المباراة، ده ضمن منافسات بطولة الجمهورية، ان شاء الله بقى تكون مباراة ممتعة. كل مشاهدين قناة الأهلي بيحبوا يتابعوا الناشئين أكيد تقدروا تتابعوا المباراة النهاردة. نروح بقى للألعاب الأخرى، وملكات كرة السلة بالنادي الأهلي بيتأهلوا لنصف نهائي بطولة بيتأهلوا لنهائي بطولة دوري المرتبط، ده طبعا بعد ما قدروا يفوزوا على فريق الصيد في مباراة الذهاب والعودة، مباراة الذهاب بنتيجة 84-62 ومباراة الإياب بنتيجة 94-51 عشان بقى يواجهوا سموحة، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وخليني اقول لكم انه سيدات كرة السلة حتى الان فازوا في جميع المباريات، والحقيقة ان هم كمان بيفوزوا بسكور كبير، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى يكملوا بنفس الاداء. كمان خلوني اقول لكم انه الاتحاد الدولي لكرة السلة اعلن رسميا فوز النادي الاهلي بتنظيم النسخة الاولى من الدوري الافريقي لكرة السلة، او زي طبعا ما بيعرف بالبال، وده هيكون على صالة الامير عبد الله الفيصل هنا طبعا بمقر النادي الاهلي الجزيرة. منافسات البطولة إن شاء الله هتكون شهر ديسمبر المقبل، طبعا بنتمنى البطولة إن شاء الله تكون أهلوية وملكات كرة السلة يقدروا يفوزوا بيها. أما عن رجال كرة السلة فطبعا بقى بيستعدوا بشكل قوي جدا للدورة المجمعة الثانية من بطولة الدوري المرتبط، هيكون عندهم مباراة يوم الأربعاء والخميس والجمعة، طبعا بيواجهوا الشمس ومصر التأمين وسبورتنج، بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى يحققوا نتائج إيجابية في المباريات. أخيرا بقى نروح للعبة كرة الطايرة، وسيدات كرة الطايرة بيستعدوا بشكل قوي جدا، خلاص بطولة الدوري هتبدأ في خلال أيام، المباراة الأولى ليهم إن شاء الله هتكون يوم 3/11 وهتكون أمام فريق الصيد الساعة 8 مساء على صالة النادي الأهلي. وخليني أذكر حضراتكم طبعا بمجموعة النادي الأهلي، النادي الأهلي بيقع في المجموعة الأولى بجانب الصيد أصحاب الجياد الاتحاد وادي دجلة دلفي والشمس، طبعا بنتمنى لفتيات الذهب إن شاء الله إن هي يكون بقى موسم استثنائي وموسم بيليق بفتيات
فتيات الذهب ويحصدوا جميع البطولات. كمان خلوني اقول لكم ان فتيات الذهب هيكون عندهم مباراتين في بطولة الدوري في الاسبوع، هتكون يوم الجمعة والاثنين، يعني خلاص اول بقى ما بطولات او مباريات الدوري بتبدا بتكون المباريات على طول ورا بعض، عشان كده يمكن كل فرق النادي الاهلي بتستعد بشكل قوي جدا قبل بدء الموسم. كمان رجال كرة الطايرة بيستعدوا بشكل قوي جدا لبداية الدوري، مبارياتهم الاولى هتكون يوم 18/11، طبعا بداوا كمان يلعبوا مباريات وديه، يعني خاضوا مباراه وديه امام فريق سبورتنج فازوا فيها في جميع الاشواط، كمان هيكون عندهم مباراه ثانيه امام فريق طلائع الجيش وديه ايضا يوم الخميس القادم، كل ده بقى طبعا عشان يبداوا يستعدوا بشكل قوي جدا لبطوله الدوري. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في كل البطولات وان شاء الله يحصدوا جميع البطولات. يعني ده على صعيد طبعا كل الاخبار المتعلقه بالفرق سواء الفريق الاول لكره القدم الناشئين او الالعاب الاخرى. كمان خلوني انقل لكم الاجواء، الاعضاء متواجدين في النادي، درجه الحراره 25، وزي ما قلت يمكن الحديث الاكبر في النادي طبعا مباراه النادي الاهلي وسان داونز، ودي طبعا ابرز اخبارنا النهارده معاكم لو عندكم اي استفسارات. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. رائعه يا هنا بجد، والله بحييكي وبشكرك جدا على التغطيه المتميزه ومن تالق لتالق حقيقي.